Well, it's, I mean, I can see two things here. One is هناك أمران هنا. أولهما الجانب التكتيكي للأمر. هناك من جانب الحوثيين والقرصنة هناك أعمال كثيرة وإطلاق للصواريخ وقطع لحرية الملاحة في الممرات المائية. فإذا هذا أمر بالطبع يجري في الخليج العربي، ولمحاولة استعراض القوة في الخليج العربي، ونوضح لإيران بأننا نقترب من أراضيهم، وهذا يعني بأن لديك القدرات لأن تجري ضرب أعمق في إيران، وليس فقط في الممرات المائية، وليس في غرب إيران وحسب، حيث تتواجد حاملة الطائرات في الخليج العربي فتقدم قدرات لضربة عميقة داخل إيران. وأما الأمر الآخر كما تعلم فهو ما بين حزب الله وإسرائيل، أعتقد بأن الهدنة على وشك أن تنتهي، وهناك رغبة في مدها ليومين. ولكن في حالة إذا قررت إسرائيل أن تعيد استئناف عملياتها العسكرية وربما تتحرك باتجاه جنوب غزة، والأذرع الإيرانية سواء حزب الله أو إيران نفسها أو أذرعها في العراق، إذا قررت التصعيد فهذه حاملة الطائرات ووجودها هناك يقدم نوعا من الدرع. إذا كان هناك تصعيد ومحاولة توسيع رقعة الحرب ما يخرج عن نطاق إسرائيل، نعم، فإن الولايات المتحدة ربما هنا تحاول أيضا أن تتصدى لذلك. وأمر آخر، حاملة الطائرات هذه هذه أصول غير استراتيجية، هي قدرة مهولة تقوم بعدة أمور من إطلاق الصواريخ والطائرات. عندما كنت في وزارة الدفاع في 2015 ورافقت الأمير محمد بن سلمان في الرياض ومساعده وزير الدفاع آنذاك، وزرنا هذه حاملة الطائرات وقمنا بتقديم إحاطة حول نظم الأسلحة والعمليات من أجل حملة مناهضة داعش حينذاك. إذا أنا أذكر ذلك لأنها في وسط المحيط، ولكن يمكن أن تقوم بعمليات عسكرية متباينة سواء في العمق داخل إيران أو حتى في العراق أو في سوريا، من موقع استراتيجي.